السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله تما الحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم ساندويتشات سهله في دقائق كتوجد بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت ولا اللي ما تيبقى لهمش الوقت باش يوجدوا الشهيوات اللي صعب. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي ناخذ شويه ديال الجبن ديال الدهن. انا مثلا عندي هنايا ريكوتا، يمكننا ناخذ اي جبن بغينا، كنزيدو معاه شويه ديال الكريمه السائله ديال الطبخ اللي ما فيهاش السكر اللي ما حلواش، وكنخلطوها معاها حتى كتعطينا داك البنيه اللي هي ما قاصحاش بزاف. كنبقى نزيد لا كريم ونخلط حتى ما كتبقاش هاد الجبنه هذه ما تتبقاش قاصحه عندي. غادي نحتاج كميره، غنقسمها على جوج، عاود غادي نحلها. غادي ناخذ الجبن نحاول ندهنو فيها. عندي هنايا فلفله خضراء وصفراء وشويه ديال البصله، صوتي هكا في شويه ديال زيت الزيتون، شويه الملح والابزار، غير شويه باش ترخاو. غادي نديرهم فوق هاد الكمير بحال هكا، ندير شويه ديال الكفته حتى هي عندي مقليه. شويه ديال الفرماج حمر على الوجه. وكندخلهم للفران حتى كيذوب عليهم الفرماج وكنخرجهم. بعد ما كيخرج من الفران تيجي بحال هكا، كيجيو ساندويتشات بلداد ومزيونين حتى في المنظر وساهلين وفي دقائق تيوجدوا. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي مالحلو ليوتيوب وفي لاباج فيسبوك مالحلو، وبصحه وراحه.